بس العرس ما له مزحه ليلغوه على كيفهم، لهيك لازم تحكي مع قيوم. عمي عدنان معه حق، لازم تروح لعنده على البيت وتحكي معه. او شو رايكم نروح كلنا؟ لا ما في داعي نروح لعندهم. ليش لحتى نروح؟ انت شو عم تحكي خرم؟ نحن اهل العروس. واذا يعني اذا اهل العروس ما عنا كرامه شو؟ وبعدين هالشغلة اجت لصالحنا، يعني قصدي وضعنا مو منيح، ما بيسمح انه نحن نزوج بنتنا هلا، على قليلة نستنى شي 3 أو 4 سنين لنجمعنا شوية مصاري. انت لازم تنبسط هلا. عن جد انت الحكي شو سهل عليك، يعني لا حاسس فينا ولا حاسس باختك. شو رأيك؟ يعني بدك إيانا نروح لعندهم ونترجاهم ونقلهم نتزوجوا أختنا مثلا؟ إذا وافقوا يعملوا العرس أنا ما عندي مشكلة إنه أترجاهم.